ظهر الميتنج نعم يا عين. تبع اسناد، الميتنج تبع اسناد الساعة 7 ولا الساعة 10؟ 7 جي ام تي، 10 احنا لوكال تايم. 10 صباحا صح؟ بس لأنه طبعا أكثر من حدا الفريق سألني. بس بس مش الجميع طبعا. مش الجميع. بس لأعضاء اسناد. بالضبط. السنة الثانية كمان، السنة الثالثة قصدي. في حد من السنة الثانية معنا؟ في بس عددهم كتير قليل. مش عايش. احنا بالنسبة لأسناد يعني في صار في عنا ماتيريال، يعني لو في مثلا حد بده يروح على مدرسة بيقدر ياخذ معاه ستاند، باخذ معاه دعايات، بلبس الفيست او بلبس الطاقية مثلا، باخذ هدية لناظرة المدرسة. فعشان هيك اي حد بده يعمل نشاط يبلغنا قبل بيومين ثلاثة، بحيث يعني يكون شغلة هيك بتليق تمام إن شاء الله. تمام. اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. والله انا محاضرتين ورا بعض تقريبا 3 ساعات، ساعة ونص ساعة ونص، فبطلت مش شايف قدامي. ف المحاضرة هذه شوية طويلة، لكن مفيش حاجة صعبة. طب موجودة على اليوتيوب هي كمان، هاي صبايا. نعم يا دكتور، شابتر 6 موجود على اليوتيوب. مش عارفين صراحة. تاني موجود على دكتور اليوتيوب. انت حط لنا الرابط، حط لنا الرابط عشان نتوهش. خلاص ماشي 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 ان شاء الله. واحنا طيب كمان يا دكتور اخذنا ساعتين مع استاذ ايمن اليوم، لا ايش اخذنا ساعتين مع استاذ ايمن برضه مش مركزين. مش مركزين. طيب خلاص بنطولش عليكم. وهي موجودة كمان، اللي بده يرجع موجودة، أنا متأكد كل محاضراتي على اليوتيوب خاصة هذه المادة. طيب احنا حكينا عن الاسيسنج اوف موتيفيشن، دور رئيسي ل مش شايفين انتم طبعا. والساعة 9 عندي محاضرة مع الماستر. Assessing motivation، دور رئيسي لأخصائي التغذية إنه to assess the patient's motivation. So according to his motivation he can proceed. When he notice that the patient is in good cooperation and he is very cooperative, so he will go for counseling. والعكس صحيح، لقى انه هذا الشخص he is not interested, so he will go for persuasive. ايش معنى persuasive؟ بده يقنعه في الاول، وهذا بتناغم مع الكلام اللي حكيناه انه one he is not thinking about the change, he is not ready for change. He will start thinking about the change. He is ready for the change. He is making the change and he is maintaining the change. طبعا when assessing the motivation, if you still be helpful for many dietitians to keep the framework for the phase of a change. هنا خلينا نشوف the following example illustrate how dietitian might apply this. هذه الست جاي على أخصائي التغذية، طبعا مين مش جاي من تلقاء نفسها، لكن الطبيب محولها. The doctor said I should come to see you, but it is really vast waste of time. مضي على الوقت. هذه she is not ready for the change. طب أنا حكي صار في حاجة كتير. You think there is no point of going through your diet. هذا الطبيب بقولها، هل تعتقد أنه فيش داعي لأن نمر على الأكل تبعك و ايش حاجات متعلقة بالتناول الغذائي تبعك؟ Oh, I know the doctor thinks I need to lose weight for my blood pressure. فهي بتعاني من ارتفاع الضغط، فالطبيب بيقول لها اخصائي التغذية اللي
في كذا كذا في الإمارة هذه كذا كذا، روحي زوريه، ولا الحين أنا بحول الملف تبعك لإله، فيا ريت تزوريه، حيعمل لك شغلات إلها علاقة بالغذاء تنظم لك الضغط. I have been on a diet on and off for years. هذا ايش بنسميه on and off؟ إيه؟ ها؟ diet cycling أو yo-yo diet. يو-يو دايت. يو-يو دايت، yes. يو-يو دايت. طيب لو انت اجتك الشخص هذا وبلاد بريشر، وات يو ويل دو ميكانيزم، خلينا ننطلق، لا نخرج من الحوار ميكانيزم، يعني بدناش ندخل في الديتيلز. واحد اثنين ثلاثة أربعة، اول اشي بدنا نعمل لاحظت؟ لها اسسمنت. نعم، بدنا نعمل ايش؟ اسسمنت اسسمنت، اللي هو الاي بي سي دي. ايوه، أو الموديل، تمام، أو الـ NCBM، صح ولا صح؟ صحيح. طيب بدنا أول كومبوننت في الـ NCBM يا عائشة، تمام، إيش هو أول كومبوننت؟ هو أول إيش كومبوننت أول كومبوننت؟ الأسسمنت. أول كومبوننت الأسسمنت. طيب what are the domains؟ The main domains في الاسسمنت. What are the main domains هو في الاسسمنت؟ الانثروبومتريك ميجرمنت اول شيء اللي هو الاي، ايوه والبي البيولوجيكال تيست، والسي اللي هو بايوكيميكال مش الكلينيكال بايولوجيكال، بايوكيميكال. بايوكيميكال اوكي. بعدين السي اللي هو الكلينيكال، ودي الدايت هيستوري. طيب اذا بنرجع للانسي بموديل اللي تعلمناه احنا، هو بتحدث تقريبا عن 5 او 6 دومينز. اول حاجه نيوتريشن اند فود هيستوري، تمام. ثاني حاجه بتحدث عن ميديكال هيستوري، ثالث حاجه بايوكيميكال انثروبومتريك، ايش كمان؟ النيوتريشن فوكس فيزيكال اكزامينشن، اند فاينلي ذا كلاينت هيستوري. The client history، ايش اللايف ستايل تبعه، بيعمل فيزيكال اكتيفيتي بيعملش، عاداته، شغلات سيدنتري لايف ستايل، كل هذه الشغلات نحن بناخذها. اذا زي ما احنا عرفنا، اذا ذكرين ان النيوتريشنال اسسمنت از سيستماتيك بروسيس ان ويتش اي ام اوبتينينج داتا، فيريفاينج داتا، اند انتربريتينج داتا، صح ولا لا؟ وهذا يتناغم 100% مع الانر سايكل تبعت الان سي بي ام. ايش في بالانر سايكل تبعت الان سي بي ام؟ مين يقول لي ايش في بالانر سايكل تبعت الان سي بي ام؟ هاي خلود، قولوا لي يا خلود. ايوه دكتور، يعني انا مش ذاكراهم كتير، بس بتذكر انه كان انه يعني طريقة التعامل مع البيشنت وهيك، صراحة مش ذاكرة كتير. هذاك السنتر الكور اللي هي البيشنت ريليشن سنتر، البيشنت دايتيشن سنتر. مرح محجوب، قولي لي يا مرح، اليوم يوم اسئله. هاي ليالي. نعم حكيتها عندنا يا دكتور، اللي هي الريليشن شيب بين البيشنت والبروفيشنال. لا هذا الكور، هذا الكور، هذا السنتر. في عندي تو سايكلز، في الانر سايكل وفي الاوت موست سايكل. الدكتور زي الكود، استنى شوي، زي الكود اوف اكس، الكود اي واحد الكريتيكال ثينكينج، يس، الايفيدنس بيس براكتس اللي هي مثلا، يس، السكيلز والكوبريشن، لا الادكيشن اند سكيلز، والدوكيومنتيشن هي التدوين، الدوكيومنتيشن فيهم كلهم، تمام. وديسيجن ميكينج، وديسيجن ميكينج يا ليالي. تمام، جود. فهنا بده احنا طبعا، فنرجع سؤالنا لعائشة،
الحين اجتك المريضه هذه بدها تعمل لها بلاد بريشر، بدها تقبل ال سي بي، خلاص الحين مشخصه وفي عندها مشكله، في عندها اوفر ويت، وفي عندها اوبيسيتي، في عندها اوبيسيتي، وفي عندها بلاد بريشر، وتشخصت المشكله، وفي عندها هاي بلاد بريشر عاملها ازعاج ومؤثر على شغلات اخرى. اصبحت البس ستيتمنت جاهزه الحين انترفنشن يا عائشه. وات انترفنشن اهم شيء هو اللايف ستايل تبعها. تمام. طيب قولي لي 1 2 3 هيك نصائح سريعه. بدنا نحاول ننقص وزنها تقريبا يعني 500 يعني هو نص كيلو بالاسبوع، هذا اول شيء. كمان بدنا نشوف اذا هو في عندها فيزيكال اكتيفيتي او ما فيش، لانه طيب طيب الويت ريدكشن، الويت ريدكشن بفيد لمرضى الهايبرتنشن؟ بفيد، لانه احنا اخذنا قبل هيك الجدول اللي هو لما نعملهم ويت ريدكشن قديش بنزل بالسيستماتيك والدايلوستيك، بس مش فاكر الرقم بالضبط. سيستماتيك ولا سيستوليك؟ السيستوليك قديش بنزل؟ مين ذاكر اعتقد قديش؟ بنزل 10 10 ايش؟ 10%. لا 10 كيلو جرام ريدكشن ان ذا ويت بعطيني ديكريز في السيستوليك براد بريشر من عند 4 الى 20 ملي متر بير جرام سكوير، صح ولا؟ 10 كيلو ريدكشن اوكي في الويت بعطيني من 4 الى 20 انخفاض في اللي هو في الجرام بالبرلي متر سكوير، يعني هو وزن على 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 مساحه على تربيع. اوكي هذه وحده الزئبق، يعني بخفض لي من 4 الى 20 وحده زئبقيه، صح ولا لا؟ صحيح. صحيح. طيب ولو جرت، لو عملت فيزيكال اكتيفيتي من 4 الى 9، من 4 الى 9 بالضبط، من 4 الى 9 ريدكشن في السيستوليك بلاد بريشر، اذا عملت قديش؟ اذا عملت 30 اللي هو المينيمم فيزيكال اكتيفيتي ايتش ديلي ايتش داي ايتش داي. صحيح. اذا كمان الداش دايت، بقولها داش دايت وبكتب لها ايش الداش دايت في الاخر، هي بتعرف ايش دايت، انا بدي اكتب لها واطبق لها الداش دايت. فاحنا في العناوين العريضه اللي هي اذا في عندي موديفيكيشن في في الفود في الدايتري انتيك، في عندي كمان اللهم صل على سيدنا محمد، في كمان ايش في عندي؟ في عندي ميديكال اكتيفيتي، في ويت ريدكشن، صوديوم ريدكشن. الداش دايت هو اوريدي صوديوم ريدكشن. اوكي تمام. طيب خلاص رجع نسكر المايكات عشان طيب تمام. الحين ايش؟ كمل حديثه معها، فطبيب قال لي والله انا عشان يتحسن ضغطي بدي اروح انا ازور اخصائي التغذيه. I have been on the diet on a yo-yo diet. I know that I should do, but going on the diet right now is just about the last thing I need. اخر حاجه افكر فيها هذه في هذه اللحظه انه ان اعمل دايت. اوف لهالدرجه. طبعا هنا ايش دايتيشن ريجستر سجل دون هذه المعلومه. changing your diet now would be add you to the stress. هيك قصدك انت عامل ريفلكتنج هنا listening، قالها يعني حيحطك في ضغط اكثر ان تركز على الغذاء تبعك. absolutely بالتاكيد. I have got enough on my plate coping with the grandchildren. يعني ايش؟ يعني زي اللي got enough on my plate، يعني يعني صحني طافح، يعني همي طافح، وانا بظبط كابينج بتاقلم مع الجراد تشيلدرن. فهذه بالعربي بنت حردانه وايش وجوزها تقريبا متطلقه هي وجوزها، وجاي هي اولادها عند امها، فامها البنت بتاكلش والاولاد مش مسكتين صغار بطلبوا مطالب، فهي under pressure، هي في حالة نفسية سيئة تضامنا مع بنتها ومع أولاد بنتها، فأصبحت في مشكلة. فهي آخر حاجة بتفكر فيه إنه تعمل diet. thinking about what the patient has said and what she has expressed through her non-verbal communication، وبلشت تعيط طبعا هنا آخر حاجة burst on tears، انفجرت إيش تبكي. thinking about that the patient
هاسد طبعا في فيربل لفظيا تحدثت عن المشاكل تبعتها، كمان نون فيربل لما بلشت تبكي the dietitian realized that this is interaction has reinforced the assessment that the patient is not ready to make dietary change at the present time. إذا هنا he assessed the motivation ولاحظ إنه هي بتمر في ظرف اجتماعي هذا بيمنحها أوكي قد يكون في عندها النية، وحنلاحظ إنه في عندها النية later on، ولكن مش إيش مش في وارد إنها هي تعمل أي حاجة إلها علاقة بالدايت، وهي بعض اللي هي التكملة الحديث فمش حنخوض فيه كتير لأنه making a contract. الثيرد طبعا دخل في اوبشنات يعني ايش مفروض يحكي، يتحدث عن طلقت وما طلقتش طب ليش انا، وخرج عن الشغل تبعه. الثاني انا اقدر استو ادابت اوتوريتيف رول، لا يقولها اسمعي هي اوتوريتيف يعني يبلش يقولها هي 1 2 3 وبدك تلتزمي في الدايت هذا، وهذا طبعا مش في وارد انها تسمع الكلمات. الثيرد more satisfactory way is to focus on another aspect of the interview framework which is concerned with making contract، يعني نصل لتفاهم معين مش الآن لبعدين شوية. Continuing the interview the dietitian decided to make a dietitian the patient present the stress the priority، بدي ركز على الستريس تبعها البريورتي وبدي فاهمها انه we can do it later. فحنشوف من الكلام هنا انه فعلا اقتنعت بالكلام، وهنا في صار في عنده paraphrasing استخدم reflecting لا الكلام اللي بتحكيه، ففي الاخر اقتنعت انه اوكي وبقدر ازورك مره اخرى هيك نهايه الحديث. فقالها جس بتقدر تزوريني would you like to، قالت له طبعا فلكن انا شويه مضغوطه ولكن مجرد ما. اذا هنا من شخص غير مستعد انه يتحدث عن التغيير اصبحت شيء از ريدي لانه اعطاها بعض الهينتس هيك مهمين جدا. making the diet history هذا مهم جدا، الحين احنا بدينا وخلص وعملنا assessing للموتيفيشن ده لقيت الشخص هذا he is ready for change، فهنا بدي ابلش اشتغل تكنيكلي معاه، انا اخصائي تغذية مش psychologist فلازم ناخذ الدايت هيستوري. asking the patient what they should eat and investigate the frequency of the food consumption is a very familiar part of the dietetic interview. Very familiar part. هذا جزء أساسي من شغل الدايتيشنز أو النيوتريشنست. Although it is convenient in many ways to use a standard format. يعني لو كان عندي حاجة مطبوعة standard format بحيث إني ما توهش وتكون الأمور مرتبة وأنا بدون إيش في الفطور تناول وإيش في الغداء وكذا، ويكون تقريبا حاجة زي الـ 24-hour recall. Okay. In recent time اوكي مين يقول ليش الفرق بين اهم الفروق ما بين 24 hour dietary recall والفود ريكورد؟ انا يا استاذ انا دكتور قولي تفضلي. في الـ 24 hour recall بدها تتذكر في اليوم السابق يعني او في الايام السابقه خلال الاسبوع مثلا اللي راح يوم ولا ايام يوم واحد هو لا يوم واحد بس ممكن انه ناخذ اي يوم من الايام السبعه اللي راح. طب مين افضل هو آخر يوم هو أفضل لأنه يعني بالنهاية ذاكرة الإنسان محدودة ومش هيكون يعني تذكر دقيق إنه مثلاً قبل 3 أو 4 أيام، فآخر 24 ساعة يفضل إنه من أول ما صحيت لغاية تاني يوم 24 ساعة بتكتب كل إشي، وطبعاً أنا بحاول أذكرها إذا كانت على سبيل المثال أنت طلعتي تفرجتي على التلفزيون إيش أكلتي هذا شو تسميه؟ هذا الـ 24 hour recall. انا هذه جزئية هذه الجزئية اللي انا بحفز ذاكرتها بسميه ايش probing بسميه probing تمام اوكي صحيح. والفود فريكوانسي الفود ريكورد الفود ريكورد سوري هذا انا بعطيها شيت ورقة وبقولها ايش يعني بفهمها انه تكتب كل اشي من بداية اليوم الجديد اللي راح يجي تكتب كل إشي أكلته في خلال 24 ساعة برضو ممكن. طب لا لمين ستبل لواحد old age مين إيش ستبل يفضل اللي لقدام اللي جاي اللي هو الفود ريكورد مش الـ 24 hour record لأنه الذاكرة عمال إحنا يلا مين طيب فود ريكورد طيب للإليتريت
لمين؟ الإليتريت. المش متعلم. آه مش عارفة، ممكن تكون ال 24 hour recall. هو لا لا، يفضل انه انا اساعدها في هذا الاشي، يعني افهمها كل، بالضبط، انت مثلا بدك اعلمها تكتبي. البورشن سايز. هذه من ضمن صحيح. الليميتيشنز تبع الفود ريكورد، انه بينفعش للإليتريت لانه بيعرفش يكتب. احنا وظيفته بعطي له قلم والشيت وسجل اثناء التناول. طيب one of the limitation is a change of the diet. يعني ايش change؟ صحيح. في ناس بتصير تقلل من طبيعة أكلها، في ناس بتصير تزيد، لأنه خلص هي بتصير إنه او عادة بغير، بتسجل للأخصائي. او بغير. انا في بقول لك بدك اهتمام تذبحينا، سريع. بدك تبي انت ايش طابخه، تقول له مجدره، بدك تفطحينا لا غير الطبخه اليوم، حط صحيح. اعملي كذا، اعملي ورق عنب مع دجاج مع ضبط حالنا، بدنا نسجل هذا كله. هذا ايش؟ هذا قد يكون ضمن الليميتيشنز تبعت الفود ريكورد. طبعا احنا صحيح. اذا بنحكي عدد الايام، لا 3 ايام افضل، مش اكثر من 3 ايام، وبينهم واحد إجازة. واحد اجازه بينهم. يعني يكون مثلا والله يوم الجمعه عندنا، يوم الجمعه مصر، وباخذ مثلا 3 واحد زي هيك، 4 واثنين، 4 واحد، هيك اخذت 3 ايام. طبعا اكثر من هيك لا، اكثر من هيك ابحث عن الريبريزنتيفنس، حيضيع لي الاكيوراسي. تمام. وين احنا وصلنا؟ فلازم يكون في عندي فورمات جاهزه ومعموله ومرتبه، وبلش استخدمها. The recent time meals better for many people have become less structured. الايام هذه تلخبط الناس، بيصبحوا بفطروا الساعه 10 وبتغدوا الساعه 5 وبتعشوا يمكن الساعه 2 بالليل، سهرانين قاعدين، لا ايش، لا شغله ولا عمله. سناكينج ثرو اوت ذا داي، كمان طول اليوم سناكينج، هنا من هنا من المطبخ مش عارف ايش، تفاحه، كيكه، قطعه شوكولاته. دايتيشن يوزنج ستاندرد فورمات ار لايك تو فريز ذير ريماركس اون ذا تو انكرج he can write his remark to encourage the patient. خلينا نشوف. The following is an example for an interview with demonstrate this. The dietitian is بيقول first of all I need، شايف ايش قال؟ first of all I need to know what you usually have to eat. من الاوتوريتيف هنا مبين هنا الزلمه ايش متسلط. first of all اولا انا بدي اعرف منك ايش بتاكل. What did you have for breakfast yesterday, for example? Oh, just a bowl of cereals, nothing much. اللي هي cereals, ready to eat cereals, cornflakes. Nothing else. What do you have for lunch? ايش تتناول على lunch? Yesterday I had bread and cheese. Do you usually have this? No, not always. It depends. Sometimes I have sandwich or soup. Sometimes like that. And the evening, الدايتيشن اسمه بيقول and the evening، اسئله مباشره فيش فيها اي reflective responding و very short answer. يعني هنا وكانه هنا he has the full power, he has the full authority. Patient, let me see. هنا شو بيقول له؟ and in the evening, what did you have for your main meal. طبعا الاجانب عندهم الايفنينج هي المور المين ميل، لانه بروحوا متاخر الساعه 5 بروحوا من الشغل، قبل ما يصل البيت الساعه 6 6 ونص، فبكون غدا اللي هي الوجبه الرئيسيه عندهم الدينر مش اللانش. ليت مي سي بيتزا، اوكي ذاتس وات اي هاد يسترداي. طيب ان ذا براكتس، ان براكتس اديشنال كويشنز كونسرنينج ذا تايب اوف ذا سيريس بيشنت. قد يمكن اساله طيب انت اكلته هيك ناشف الكورن فليكس ولا حطيت عليه حليب زي العاده او سكر؟ حطيت عليه. طب ايش نوع الحليب؟ هذه اديشنال كويشنز، وهذه بتكون جزء اساسي سواء كانت في الفود ريكورد ولا في ال 24 اور ريكورد. صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ وهذه في عندي تذكرين الفايف ستيب اللي هي الباسج اللي بمر، المرور بتكون من ستيب 1 ستيب 2 ستيب 3، بعمل سمرايزنج سريع وبعمل بمر على البريبريشن والفورجيتن ايتمز. هذه كلها بعمل بعد ما اخلص ال 24 اور، بعمل ايش اللي هو الفايف ستيب تشيك حتى اتذكر انه كل حاجه موجوده وصحيحه. If we examine this interaction we notice that the dietitian
set the agenda at the beginning. He set the agenda. First of all, I need to know what you usually have to eat. وهنا قال I. وبتفرق I عن we. هنا he himself set the agenda. هو لحاله بلش الحوار وبلش يسأل. لكن حنشوف حاجة تانية أو إيش style تاني. If we examine the interaction, we notice that the dietitian في هذا example, he himself set the agenda at the beginning and established control. He established control by saying what is needed from the interview. قال له بالضبط. I need to know. تمام؟ then ask a question which informs this. وبلش يسأل أسئلة مباشرة. أسئلة مباشرة. وهنا بيشعر المريض إنه في حالة, هو في حالة استجواب. أوكي؟ طيب خلينا نشوف الوضعية التالية. I'd like to know. اختلفت. I need to know غير I'd like to know about the food you usually eat. You might find the easiest, شايفيك اختلف. You might find the easiest way is to recall. ساعده كمان. هذا قال له ايش بتاكل انت؟ بس هذا قال له انا بعتقد طريقة سهلة اللي تقول لي ايش النمط الغذائي تبعك انك تتذكر ايش اكلت امبارح. خلينا نتذكر مع بعض. Yesterday, let me see. No, yes, I had pizza. عمل هنا reflective responding. قال له بيتزا؟ يس انا هنا لما هو يعطيه كلمة بيتزا الدايتيشن بخليه اعطاله مساحة كمان هيك يستذكر, لانه خد واعطي خد واعطي. هناك ايش؟ اسئلة مباشرة ورا بعض, اسئلة مباشرة بعض. هو لما قال له بيتزا عطول اقترنت في باله بيتزا وتذكر القعدة وتذكر انه كان في محا جار لكبلد وكان في محا بوتل اف واين وكان في محا كذا كذا. يس انا جار لكبلد انا بوتل اف واين. يو سي اي ونت اوت وذ سام فريندز ان ذا ايفنينج ات واز هانا بروبينج. لما قال له بيتزا اعطاله مساحة انه يستذكر. دايتيشن سو يسترداي يو ونت اوت. عكس الكلام كمان مرة. For a pizza in the evening as you were celebrating someone's birthday. Yes, I had that quite late. حتى كمان سجل الوقت, لأنه حتى الوقت بنسجل الوقت ولا بنسجلوش إحنا في سواء في الفود ريكورد ولا في 24 hour diet recall. Yes, بنسجل الوقت. وهذا بيعطيني how إحنا بنسجل what and how and when and who من طعمه. Usually, طبعاً what and how it was prepared. Usually, I eat about 7 as soon as I أصلح له as soon as I get from work. لكن هذه الليلة استثناء, أنا كنت طالع مع أصحابي وفرحانين ومبسوطين فأكلت شوية متأخر. I am really hungry by then as only I have sandwich at lunch. Okay. So, dietitian بيقول you normally have a sandwich for lunch. And you and your evening meal is about 7. Yes, and I always have a breakfast. إذا صلح له المعلومة. A breakfast, cereals and toast. You know, معظم فطوري cereals and toast بشكل يومي. So your usual pattern is to have cereals and toast. طبعا for the morning في الفريس, وعلى lunch في عندك sandwich, وعلى العشاء بتأخذ بتتناول حوالي 7. وهذه الايفنينج ميل وهذه المين ميل. In this interview, dietitians again focus on the agenda. عمل اجنده لكن هنا ايش؟ مشتركه. At the beginning, I would like, وهنا اختلفت الصيغه. This power, I would like to know about the food usually have to eat, but this time invite the patient to take the charge. خذ انت المسؤوليه وبادر. You might find it is easier for you to tell me about your food when you can recall what you have eaten yesterday. When you eat, what did you eat yesterday? The patient initially replies in the same way as in the previous extract, but instead the questioning them
The dietitian respond by reflecting a key pizza. Reflecting هذا أعطاه مساحة لأنه يستذكر. فهنا بدي أكمل يعني هذا كيف إحنا بنغير الستايل بناء على البيشنت، وكيف بيكون عندنا في عندنا حافزية لإني أخذ معلومات أكثر وأستدرج معلومات أكثر ويكون عندي accuracy أكثر في collecting the information. اللي إحنا قلنا we are collecting. والشغلة we are obtaining، ومش obtain وباخذها على غميض هيك verifying بتحقق منها، وبعدين هيك interpreting بفسرها giving the three advice. أنا أخذت المعلومات والحين إيش بدي أبلش الانترفينشن تبعي. جزء من الانترفينشن تبعي is giving information advices. فهنا عادة الادفايزز بتكون بشكل لكتشرينج، بحكي والله انت مفروض كذا وكذا 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 وكذا. طب ايش ايش رايك يكون عندي هيك ليفلت؟ ايش يعني ليفلت؟ ليفلت يعني زي ورقة فيها بعض النصائح التغذوية لمرضى السكري، بعض النصائح التغذوية، ورقة تانية بعض النصائح التغذوية للناس اللي عندهم كارديوفاسكولار ديزيز، للناس اللي عندهم دايابيتس تايب 2، للناس اللي عندهم مش عارف ايش، للناس اللي عندهم يعني. فبقول له تفضل هاي الليفلت، يعني لما تشعر حالك فاضي فيها كتير من النصائح، فيها كتير من الجايدلاينز، فيها كتير كذا كذا، فيها بروسيجر كمان هيك مكتوب بشكل لذيذ بتساعدك انك بتفهمك بالامور، بتفهمك الهرم الغذائي على سبيل المثال. These are usually used to substitute. ايش معنى substitute؟ تحل محل السبوكن وورد، بدل ما قلت بلا 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 ويمل من الكلام واصبح اوت وورد، يعني خلص زهق من الكلام ما بدوش يسمع اي كلمه. لا، هذه الشغله بخدها معاه ولما يفضى صح بحكي له انا، لكن هذه فيها ديتيلز اكثر وهو بقراها في الوقت المناسب. When giving dietary advice in the patient interview, the dietitian explains the patient can eat without restriction. When giving dietary advice in the patient interview, dietitians explain what the patient can eat without restriction. والله في عندك allowed list، هذه فيش عندك أي مشاكل فيها، so you can eat. What they must avoid، وكمان في عندك not allowed list، هذا بدك تدير به. وهذه شغلات يعني بتقدر تأكل منها لكن ما تكترش لأنها هترفع لك الضغط. وها they communicate this by giving suggestions, advising, informing, instructing, and questioning. Referring to the continuum. The clinical continuum اللي هو ببلش من عند الانستركشن بنتهي بالكونسلينج. في واحد واحد اول فيجر مر علينا في ايش؟ في شابتر واحد. وهنا انا بتدرج يمكن استخدم different approaches with the same patient in the same interview. وهذا او يمكن يضلني على اللي هو طول ما هو كوبريتيف وكويس بعطيه النتائج، ليش اروح للانستراكشن طول ما هو هي از فيري كوبريتيف؟ احيانا بلزمني اروح للانستراكشنز لما بدي اعطي تعليمات علميه ولازم اطبقها بحذافيرها ستيب 1 ستيب 2 ستيب 3. When communicating in this way, it is important that dietitians is aware of some common pitfalls. هو بتوقع ان الامور ما تمشيش 100%، some of the pitfalls، some of the من الهفوات احتمال تصير. فهنا اللكتشرنج هو انا بدي اسمعه اعطي له محاضره عن كيف احنا بدنا ننزل الضغط وكذا، وبدك تقلل الصوديوم، بدك تقلل كذا، بدك كذا تشرب تتناول كميات كذا، بدك تنظم نومك، وبدك تتناول كمية كويسة من من الخضار والفواكه. Lecturing is therefore familiar way of giving receiving information. In this hardly surprising that the dietitian often without realizing it give their patient mini lecture. من غير ما يدرى بلش ننزل ايش يدش له. Although lecturing is one way of giving a lot of information to a large number of people أو لإنديفيدوال in a short space of time, it is not an effective way to facilitate learning on individual basis. يمكن بنفع لمجموعة استخدمها، لكن على individual way واحد قاعد قدامي
it is not a successful method. Okay? Discussion, okay. Not lecturing. بسأله بجاوبني، بنتحاور في موضوع طرحه، فبصلح له معلومة، بعمل له correction. This is the proper way. Okay? في ال patient-centered approach. Patient-centered approach. So lecturing is not advised for على ال individual basis. لكن it is recommended لما يكون في عندي large number of people who are attending. When being lectured. يعني اتصوروا انا الحين بعمل lecturing لكم، لكن والله تجيني عايشة على المكتب تقول لي يا دكتور مش فاهم هذه النقطة. طيب هذه كذا بصير اسألها وترد. طيب هذه زي ما الحين كنت اسأل انا وليالي. طيب يا ليالي كذا كذا كذا. طيب الجري قديش بدنا ننقص وزن؟ اذا اختلف الاسلوب lecturing for large number of people discussion هنا بيكون عادة between the two. When being lectured the patient is not involved. It is one way يعني طريق واحد. الانفورميشن تأخذ من الأستاذ للمستمعين للطلاب. تشتي فيها two way information of a flow of information. The patient concentration span is quickly exceeds. خلاص saturated وخلاص خرج برا المود وبلش يسرح وخرج وانت بتحكي في الهواء. And they didn't feel overwhelmed. خلاص saturated and confused وtoo much messages. Too much messages يعني معلومات كثيرة ورسائل كثيرة، فبلش بطل يجمع ايش الصح وايش الغلط. اوكي too much messages. هذه ذكرين الماي بايراميد. ليش تغير الماي بايراميد واجل الماي بليت؟ مين يقول ليش تغير الماي بايرميد للماي بليت؟ One of the disadvantages of the my pyramid إنه في عنده very much messages. في عنده main messages إلها علاقة بالmoderation، إلها علاقة بالindividualization، إلها علاقة بالproportionalization، إلها علاقة بالmoderation، إلها علاقة بالmoderation. وكمان في عندي additional messages للsteps ومش عارف إيش والgraduation والسلوغان والفيزيكال اكتيفيتي. هنا ايش تو ماتش ماشي؟ قال له لا بدنا نروح لحاجه ابسط، الماي بليت. ماي بليت اوكي فيجوال جايد، لكن من اللحظه الاولى المين مسج تبعته انه ثلاث ارباع ايش ثلاث ارباع البليت تبعتي هي عباره عن ايش عن بلانت بيست فود. فهنا من كثر ما انا اعطيته معلومات انا بعتقد حالي اني انا ما شاء الله مضبط اموره، وهذا الزلم حيطلع مقتنع. لا، الزلم كان سارح في عالم اخر لانه انت استخدمت معاه طريقه غلط في ايش في نقل المعلومه. When to involve in giving information dieticians is less likely to notice the patient non-verbal signal. هو مش ملاحظ انه بخبط على رجليه وايش وبقول له وقتش أطلع من هذه الغرفة. If these signals are noticed, they can easily be misinterpreted as a sign that the patient has not understood. As the result, dietitian think they need to repeat the emphasis. لا بخير الله تعيدش معي اللي حكيته، خلاص فهمت وطبعا مش فاهم. Not waiting to be guilty or omitting anything which could jeopardize the patient's health. الحين طبعا عنده معلومات كتير الدايتيشن، هو بيعتقد انه والله في معلومه استنى شوي في معلومه كذا كذا هذه جدا مهمه. لا يعني اي معلومه بيعتقد انها بتهم صحه المريض حيروح يذكرها كمان في الايش في هذه الانترفيو. فانا ايش طب هو خلاص الزلمه ساتوريتد. دي كونتينيو with the lecture. بكمل له لأنه شعر أنه في معلومة لازم يحكيها وحكى له إياها. The reality of the situation that the patient is not understanding because they have stopped listening. I hope that you have not stopped listening. يا طلاب. Okay.
جارجون. جارجون باختصار هي لغة مهنية، يعني تبع الكمبيوتر بقول لك والله جي 3 والله بنتيوم 2 والله الداتا ست تبعتي مش عارف ايش، والله عملت سيت اب، والله ستبت، والله هذه لغة خاصة بهذه المهنة. فأنا أثناء المقابلة بدي أحاول قدر الإمكان قدر الإمكان أبعد عن استخدام التكنيكال تكنيكال تيرمز اللي بفهمهاش الناس العاديين، لأنه إذا استخدمتها بشكل متكرر وحكيت له كالوريز وما قلت له سعرات وحكيت له دايت وهو مش عارف إيش معنى دايت، يعني مش هو مش انجلش ليتريتشر مش ليتريتد يعني الزلمه، ولا هو جاي من انجلش ميديوم سكول، ولا هو اخصائي تغذيه، ولا متريك يونت، ولا اوز، لا بدك تبسط له قدر الامكان وتبعد تبعد عن ايش؟ تبعد عن استخدام اللغه العلميه في الحديث مع المريض. كمان mirroring the language used by the patient، وحاول استخدم نفس اللغة اللي بيستخدمها البيشنت. البيشنت تبعك والله فلاح بسيط، كلماته بسيطة من وحي البيئة تبعته، من حقوله، من الحيوانات اللي بتعامل معها في المزرعة تبعته. فبدك تكون والله يا حاج من هالبقرة احلب، وبس اتأكد انه الدرع البقرة نظيف، درعها نظيف، واغسله وكذا، واحصر يا حاج واشرب وشرب الاولاد، بس اغليه عشان لا يكون في جراثيم ولا حاجه مش كويسه. حتى بديش اقول له جراثيم، في حاجه هيك مش كويسه، ميكروبات يا حاج، حتى كمان بقول له ميكروبات زي ما بقول هو. فهذا ميرورنج اند لانجويج يوزنج وي اند اي، using we and I. By using the word we instead of I, dietitian can set themselves apart from the patient. يعني بحاول لما نقول we okay ببعد عن الايش؟ ببعد عن البيشنت. ايش يعني we؟ مين انت؟ ايش مين انت؟ مين عن we بتحكي؟ عن we احنا كاخصائي تغذيه والله بنعتقد انه كذا كذا كذا. The collective we implies استخدام we الجمعية مش الفردية I implies بشير the backing of، يعني هنا هو زي اللي بتلحف بأخصائي التغذية اللي معه backing بدعموه في رأيه that، وبكمل رأيه و as a dietitian we believe that كذا كذا كذا، احنا كاخصائي تغذيه بنقول لازم تعمل كذا كذا، واحيانا بنستخدمها احنا واحنا مش دارين عن حالنا، لكن هذه استخدام المتكرر للكوليكتيف وي تبعد المريض عنك، لانه هو اشعر انه في صار رابورت. فاحيانا كلمه استخدام وي بشكل متكرر قد ياثر، او اند يوز يعني رجعت الامور الى سابق عدة. احنا وصلنا لرابورت كويس، بوندينج كويس بتوين ذا بيشنت اند هيز دايتيشن. فاستخدام المتكرر لكلمه وي قد يفسد هذه العلاقه. سمول انا ايش بقول؟ ذا افكت اون ذا بيشنت از تو ميك ذيم فيل اوت نمبر، انا بحاول اقنعه قدر الامكان، اوفر باورد، بعطي له معلومات مش انا بس اللي جايبها، كمان احنا كاخصائي تغذيه بنعتقد هيك. By large authoritative body the following is an example of using collectively. ايش بيقول البيشنت؟ How much I can have، قديش انا بقدر اتناول. Dietitian a small amount would be all right. تمام. واحنا كاخصائي تغذيه don't want you to do without altogether without altogether but we need you to restrict the amount you have. Okay. فهنا كان قادر يقول له انا بعتقد I think that you can كذا كذا كذا. As the doctor said your blood level are on the high side and we رجع قال وي، شوف كم مره قال وي، تقريبا ثلاث اربع مرات. We know that the people who eat too much fat
are at a greater risk. هو طبعا بيسأله عن قديش اتناول دهون. والله انا بقول لك هيك كان مفروض يقول له. انا بقول لك يعني كمية قليلة من الدهون بشكل يومي بتكون كويسة، لانه الدكتور اخصائي القلب اللي حول الحالة لإلي بيعتقد انه بدنا نضبط لك المستوى الدم. واحنا 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 بنعتقد لا، احنا بدنا قدر الامكان نبتعد عن استخدام كلمة وي اللي هي الكوليكتيف وي اللي لها علاقة بالجمعية بالمجموعة من الاوثوريتيف بيرسونز ونستبدلها باي. احيانا كمان بيستخدمها بعض الدايتيشنز لما يكون صار في حوار بينك وبينه واعتقدت انه هذا متعلم وفي عنده معلومة، فهو مش تشالنج، لا هو شكك في معلومتك او قال لك طيب انا لا انا قرأت كتاب كذا كذا بقول كذا. الحين انت لا اراديا بتقول لا، احنا كخصائي تغذية بنآمن لما يكون في عندك انشور او بتعمل ديفندنج لمعلومة لك فبتستخدمها، فبدناش قدر الامكان ان نستخدمها بشكل متكرر. لهذا ايش بالضبط انا معلمها باللون الاحمر، اندوز any previous attempt to create report. انا عملت create report، هذا الاستخدام المتكرر لكلمة وي خرب لي. اندو اندوز يعني رجع تاني. On hearing collective we many times the patient is likely to feel confused thinking that the dietitian who is appeared friendly. واصبح بعتقد انه هذا الشخص اللي كان ودود في اول لقاء وجميل ومرتب اصبح ايش apart from him وشويه cooler now cooler يعني بارد هيك and more distant وابعيد عنه. The following example فبدناش ناخذ الاكزامبلز. Risky response. Failure to make desired change in eating behavior is often ascribed by يعزى الى both the patient and dietitian lack the willpower of willpower of the part of the patient. يعني هذا on the part of the patient. يعني هنا هذا failure. متوقع انا جاييني وفي متحسن عنده الامور وفي ريدكشن في الويت او في ريدكشن في الـ في الـ في اللاد بريشر لانه انا عملت كل اللي علي، لكن هنا في مشكله في اللاك اوف ويل باور. الويل باور هي الاراده عند مين؟ عند البيشنت. دايتيشن مي انكرج في هذه اللحظه، دايتيشن مي انكرج يمكن يشجع. Admonish. إيش معنى admonish؟ إيش معنى admonish؟ blame. يلوم. يبلوم. و reassure or challenge the patient. challenge the patient. أنا متأكد، أنا بدي متأكد ومستعد راهن إنك لو أنت عملت كذا كذا لا مش هيك الأمور. فأحيانا reassure بدي أطمنه. أوكي. برضو بدي أعطيه نوع من الأثوريتيف إنه what you have done is wrong. certain responses carry a great risk. وأحيانا يمكن ما يرجعش علي إذا بدي أدخل في التشالنج أو بدي أبهدله أتوارد وتم أو keep admonishing وألوم ولوم ولوم ولك وإيش بدي في هاللخ. طب أنا مبسوط في حياتي بدي شيء إيه بدي أضلني هيك ناصح. certain responses carry a great risk than others blocking further communication. خلص blocking further communications برجعلوش and creating defensive behavior in the patient. reassuring the tamno the patient who follows dietitian's instruction because they have been told to do so is likely to feel either fearful or incurring of the dietitian's disapproval. فهذا مريض يعني ملتزم لكن ليش ملتزم؟ بس بدي احاول نوعا ما يبسط مين؟ يبسط الدايتيشنز لانه خايف either fearful or incurring dietitian disapproval وبده يتفادى انه يزعل الدايتيشن at the next visit. the patient may protect themselves from disapproval and disappointment by saying something such as I know I have
كمان هذا ايش؟ I know I haven't done very well. I expect you tell me off. هذا جاي ومعترف وبيقول له انا عارف اني ما اشتغلتش تمام وانا متوقع انك يمكن تبهدلني او تعصب علي. Deitation is effectively disarmed. ايش يعني disarmed؟ يعني صحيح هو كان غضبان من نتائج اللي هي البلاد بريشر لما نقاسها او الميزان لما نشافه، لكن لما اعترف وعمل reassuring that I am 1 2 3 4 5، فهو ايش زي نزعه من سلاحه ونزع الغضب منه، ف effectively disarmed and is likely to respond by reassuring the patient. فالحين بدي طمنه انه طيب ماشي الحال، انا عارف انه الامر شوية يمكن صعب في البداية لكن احنا حنمشي كويس، بس رجاء بدك تبذل مجهود اكتر. Such is communication is direct, indirect and ultimately dissatisfying to both parties. Advising, informing, and instruction. هذا كله زي قلنا نحكي فيه. Suggestions. أنا بعتقد من هنا. Tracking the helping process. فبعتقد من هذا حتى هذا موجود في ال... خلاص أوكي، أنا بدي أعتبر هذه المحاضرة تقريبا هيك انتهت لأنها موجودة باليوتيوب. خلينا نمشي شوية لأنه ضللنا إيش؟ ضللنا 6 و7. ويمكن واحد منهم 6 طويل، فنكتفي بهذا القدر المرة. أوكي، وححط لكم اليوتيوب حتى تساعدكم كمان في في الأندرستاندينج، وأي استفسار بنعمل ديسكشن في الديسكشن أو في محاضرة قادمة. تمام، لأني أنا بطلت أجمع وأنتوا بطلت تجمع.